اهلا وسهلا بكل متابعينا الكرام والمهتمين بالمصطلحات الطبية، الكورس ده اسمه المصطلحات الطبية للمستوى الاول، يعني مفيد جدا للطلبة اللي في الكليات الطبية المرحلة الاولى بشكل خاص، ومفيد للناس كلها طبعا بشكل عام، النهارده هنتكلم عن الجهاز الهضمي، مع العلم ان الفيديو ده مقسوم على جزئين، جزء حفظ وجزء فهم، الجزء الحفظ زي ما انت شايف كده بطريقة الوايت بورد انيميشن اللي انا برسم بيه على السبورة البيضاء دي واللي فيها هكتب الكلمات اللي لازم نحفظها بالانجليزي ومعانيها بالعربي علشان تساعدنا في فهم الجزء الثاني واللي عباره عن شرح على برنامج 3D هنرتب ونفهم الحاجات اللي حفظناها في الجزء الاول معاكم احمد شريف والكورس متاح على اليوتيوب على قناه المختصر المفيد ويلا نبدا الكلمات اللي هنحفظها كالتالي: الجهاز الهضمي اسمه digestive system، و يعني هضمي، و يعني نظام أو جهاز، فيبقى digestive system الجهاز الهضمي، بيتكون الجهاز الهضمي من قناة هضمية اسمها elementary canal، و يعني غذائي أو هضمي. وكنال يعني قناة فيبقى اليمنتري canal قناة هضمية طيب الجهاز الهضمي بيتكون من ايه تاني؟ بيتكون من مجموعة أعضاء إضافية أو ملحقة اسمها accessory organs وأكسسوري يعني إضافي أو ملحق وأورجنز يعني أعضاء فيبقى أكسسوري أورجنز يعني أعضاء إضافية أو ملحقة ويبقى دول الحاجتين الأساسيتين اللي بيتكون منهم الجهاز الهضمي القناة الهضمية بتبدأ من الماوس واللي هو الفم والفم بيكون فيه تجويف اسمه أورال كافيتي Oral cavity. يعني أي حاجة متعلقة بالفم وكافيتي يعني تجويف فيبقى كلمة Oral Cavity يعني تجويف الفم تجويف الفم بيبقى فيه ثلاث حاجات اللسان واللسان اسمه Tongue وبرضه تجويف الفم بيحتوي على الأسنان والأسنان اسمها تيث وبيحتوي أيضا على الغدد اللعابية ودي الغدد اللي بتفرز اللعاب واسمها ساليفاري و وجلاندس يعني غدد وSalivary يعني لعابي وجاية من كلمة Saliva يعني اللعاب أو الريق اللي احنا بنبلعه وفي ثلاث أنواع من الغدد اللعابية النوع الأول اسمه باروتيد جلاند ودي الغدة النكافيه والنوع الثاني اسمه سابلينج والجلاند ودي الغدة أسفل اللسان وكلمة صب يعني أسفل ولينجوال يعني أي حاجة متعلقة باللسان فتبقى صب لينجوال الغدة أسفل اللسان والغدة الثالثة هي ساب مانديبولار جلاند الغده اسفل الفك السفلي مانديبولار جايه من كلمه مانديبول يعني الفك السفلي بعد تجويف الفم بيكون فيه كده البلعوم والبلعوم اسمه فرينكس وعشان البلعوم بيتجزا لاكتر من جزء احنا يهمنا في الجهاز الهضمي البلعوم الفمي واللي اسمه اورو فرانكس البلعوم الفمي بعد كده بيكون في المريء وده اشهر من النار على العالم واسمه اسوفاجاس بعد المريء بيكون في المعده واللي اسمها ستومك لحد هنا بينتهي الجزء العلوي من القناة الهضمية ويبدأ الجزء السفلي مع بداية الأمعاء الدقيقة واللي اسمها Small Intestine Small يعني صغير أو دقيق وإنتستين يعني أمعاء فيبقى Small Intestine الأمعاء الدقيقة الأمعاء الدقيقة بتتجزأ لثلاث أجزاء الجزء الأول اسمه Duodenum وده معناه ال عشر والجزء الثاني أو الأوسط اسمه جيجونم يعني الصائم والجزء الثالث والأخير وهو الإلم يعني اللفائفي وتنتهي الأمعاء الدقيقة وتبدأ الأمعاء الغليظة واللي اسمها large intestine أول أجزاء الأمعاء الغليظة اسمه سيكم يعني الأعور وهو اسمه كده بيتصل بالأعور من أسفل حاجة اسمها أبندكس ودي الزايدة الدودية وبيتصل بالأعور من أعلى القولون الصاعد واللي اسمه السندنج كولون وبيتصل القولون الصاعد بالقولون المستعرض واللي اسمه transverse كولون القولون المستعرض بيتصل بالقولون الهابط واللي اسمه descending كولون الجزء اللي بعد كده اسمه القولون السيني وده اسمه sigmoid كولون بعد كده بيبقى فيه المستقيم وده اسمه rectum بعد كده القناة الشرجية واللي اسمها إينا الكنال وبكده تنتهي القناة الهضمية فاضل الأعضاء الملحقة أول الأعضاء الملحقة قلناهم وهم الغدد اللعبية بعد كده في الكبد واللي اسمه ليفر والبنكرياس واسمه زي ما هو بنكرياس وأخيرا المرارة واللي اسمها جول بلادر الجهاز الهضمي بيتكون بشكل أساسي من جزئين الجزء الأول هو القناة الهضمية واللي اسمها elementary canal والجزء الثاني وهي الأعضاء الملحقة أو الأعضاء الإضافية واللي اسمها accessory organs القناة الهضمية بتنقسم إلى جزئين قناة هضمية عليا اسمها upper elementary canal ودي بتنتهي مع نهاية المعدة واللي اسمها stomach وقناة هضمية سفلية ودي بتبدأ مع نهاية الاستومك وتنتهي مع القناة الشرجية القناة الهضمية بتبدأ من الموس الموس اللي هو الفم بيحتوي الموس على تجويف بيطلق عليه اسم oral cavity يعني تجويف الفم تجويف الفم بيحتوي على كل من اللسان واللي اسمه تونج وبيحتوي على الأسنان واللي اسمها تيث ويحتوي على الغدد اللعابية الغدد اللعابية هي الغدد المسؤولة عن إفراز اللعاب وفي ثلاث أنواع من الغدد اللعابية الباروتيد جلاند اللي هي الغدة النكافية والصب مانديبولار جلاند اللي هي الغدة أسفل الفك السفلي والصاب لينجول جلاند اللي هي الغدة أسفل اللسان بعد تجويف الفم بيكون موجود الأوروفرينكس الأورو فرنكس اللي هو البلعوم الفمي بعد البلعوم الفمي بيكون موجود المريء المريء اسمه سوفيجاس بينتهي الاسوفجاس مع بداية المعدة وبكده ينتهي الجزء العلوي من القناة الهضمية ويبدأ الجزء السفلي مع بداية الأمعاء الدقيقة واللي اسمها سمول انتستين وبتحتوي على ثلاث أجزاء الجزء الأول اسمه duodenum اللي هي الاثنى عشر وده أصغر جزء والجزء الثاني من الأمعاء الدقيقة هو الجيجينام وده الجزء الثاني اسمه جيجينام والجزء الثالث من الامعاء الدقيقه اسمه اليم. بتنتهي الامعاء الدقيقه وتبدا الامعاء الغليظه واللي اسمها large intestine. الامعاء الغليظه بتتكون من عده اجزاء. اول جزء اسمه سيكم. اول جزء من الامعاء الغليظه اسمه السيكم. بيتصل بالسيكم من اسفل قطعة كده صغيرة بيطلق عليها اسم أبندكس اللي هي الزايدة الدودية ومن أعلى السيكم بيكون متصل بيه الأسندنج كولون اللي هو القولون الصاعد القولون الصاعد بيتصل بالترانسفيرس كولون اللي هو القولون المستعرض والقولون المستعرض بيتصل بالديسندنج كولون اللي هو القولون الهابط والقولون الهابط بيتصل بالسيجمويد كولون وبعد كده بيتصل بالريكتم اللي هو المستقيم وبينتهي الريكتم مع الإنال الكنال اللي هي القناة الشرجية وبكده تنتهي القناة الهضمية كلها نيجي للأكسسوري أورجانز اللي هي الأعضاء الملحقة بتشمل السيلفري جلاندس اللي هي الغدد اللعابية واللي اتكلمنا عنها فوق موجودة في الأورال كافيتي اللي هو تجويف الفم ومن الغدد أو الأعضاء الملحقة هو الليفر والبنكرياس مش باين البنكرياس هنا الاستومك مدارية نشيل الاستومك خالص لا البنكرياس اهو ادي البنكرياس واخر حاجة وهو الجول بلادر الحصلة المرارية